بالنسبه للملف المعروض على انظار المحكمه الابتدائيه بطنجه واللي كيتعلق بطالبه ضحيه تحرش جنسي تعرضت له من طرف استاذ ديالها في المدرسه ديال الترجمه اللغه الاسبانيه التابعه لجامعه عبد الملك السعدي بطنجه. اليوم الجلسه الثانيه في هذا الملف، نتفاجأ من بعد الجلسه الاولى اللي كانت نصف فيها الدفاع المتهم ودفاع الطرف المدني، اليوم كنتفاجئوا بتنصيب دفاع عن جامعه عبد الملك السعدي بصفتها مطالبه بالحق المدني. كنعتبروا بان هذه فيه واحد المحاوله ديال تغيير اتجاه ديال الملف، على اعتبار ان المطالبه بالحق المدني هي الضحيه التي تعرضت للاعتداء الجنسي وليس جامعه عبد الملك السعدي. ما الضرر الذي حصل لجامعه عبد الملك السعدي لتتنصب طرفا مدنيا في هذا الملف، علما بان الوقائع والافعال الاجراميه ارتكبت داخل الجامعه، وكان الاحرى بالجامعه انها تحمي الطالبات هما وسط وداخل الحرم الجامعي. اليوم الملف معروض على القضاء، وفي الخصومه الجنائيه كاين اطراف معروفه لها مراكز قانونيه معروفه اللي هي المتهم والطرف المدني. المتهم استاذ يدرس الطالبه والطرف المدني هي الطالبه الضحيه. كان نقاش كذلك حول بعض اللائحه اللي تعرضت ديال الشهود للمحكمه من طرف دفاع المتهم، واللي طبعا احنا مبدئيا ما عرضناش احتراما لحقوق الدفاع، احتراما لضمانات المحاكمه العادله لكل اطراف الخصومه الجنائيه، ولكن السلطه التقديريه تبقى للمحكمه في اطار النقاش اللي غادي يكون في الملف. واش غنحتاجوا لهاد الشهود؟ واش هما حقيقه شهود سيفيدونا وسينتجونا بشهادتهم في ابراز الحقيقه القضائيه وتنوير المحكمه؟ كنعتبروا طبعا هي نفس القضايا، نفس قضايا استغلال الاساتذه الجامعيين السلطه ديالهم للنفوذ ديالهم للضغط على الطالبات وممارسات كل الاعتداءات الجنسيه على هالطالبات اللي هما في موقع ضعف. مع الاسف هادو الاساتذه اللي في الاصل خصهم يكونوا الموجهين ديال الطالبات ويكونوا المكونين والمعلمين ديال الطالبات، كيستغلوا بناتنا واستغلوا خواتاتنا في الجامعه من اجل النقطه، هذيك النقطه او هذاك الدبلوم. اليوم حنا كجمعيه كمحامين الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا كنوقفوا في مواجهه هذه السلوكات اللي كتمس الضحايا، كتمس سمعه الجامعه المغربيه، وكتمس مستقبل ديال البلاد كلها. الوطن كله اليوم كيتهدد، ماشي قضايا معزوله، كاين واقع مرير داخل الجامعه المغربيه داخل الكليات المغربيه ديال استغلال جنسي للطالبات. لا اقول كل الاساتذه، اقول بعض الاساتذه مع الاسف كيمارسوا هذه السلوكات اللي هي لا اخلاقيه، ما عندها لا علاقه لا بقيمنا ولا باخلاق ولا قانونيه في حق طالبات المفروض انهم يكونوا الموجهين ديالهم. الطالبه يمكن لها تغلط اعتبارا السن ديالها، اعتبارا لضعف تجربتها، طالبه شابه يلاه التحقت بالجامعه، يمكن الاستاذ ما من حقوش يغلط، الاستاذ ما عندوش الحق، هو الموجه، هو اللي خصو يأطر هذيك الطالبه باش غدا نتجو نخبه. مع الاسف حنا اليوم امام وضع اخر، وضع معكوس، ان الاساتذه متهمين. انتم تبعتوا مجموعه ديال القضايا اللي في مدن اخرى، وكنتمناو ان العداله تاخذ مجراها الحقيقي حمايه هاد الطالبات. العداله اليوم الى صدرت احكام كتضرب بيد من حديد على هاد المتهمين، غادي نحدوا من هاد الظاهره وغادي نردوا السمعه الحقيقيه للجامعه المغربيه اللي كتستحقها. طبعا كاين الادله، كاين ادله، كاين مكالمات هاتفيه مسجله، وكاين اتصالات هاتفيه، وكاين فيديو موثق، وكاين هذه. كتعتقدوا بانه النيابه العامه ستتابع متهما في حاله اعتقال بدون ادله؟ كنعتبروا بان هذه كلها وسائل الاثبات اللي غادي نناقشوها امام المحكمه، واللي كنتمنى في الجلسه المقبله راه غتكون معروضه امام المحكمه وغتكون محط نقاش من طرف جميع الاطراف.